السلام عليكم. وعليكم السلام. دي شقة رحاب جلالة؟ ايوه انا رحاب. عايزينك معانا في الاسم. اسم ليه؟ هناك هتعرفي كل حاجة. انا ما عملتش حاجة. اتفضلي معانا. ليه يا عيني؟ كلمي ابو خلاص. كلمي ابو خلاص يلحقني يا عيني. كلمي ابو خلاص. اتفضلي معانا. كلمي ابو خلاص بسرعة. هو انت جاي لي دلوقتي ومتوقع مني اعمل ايه مثلا؟ حضرتك رحاب مقبوض عليها بسبب البلاغ اللي انت مقدماه. وانا متاكد ان رحاب ما عملتش كده. احمد انا ما اتهمتش رحاب بالذات. انا كل اللي عملته اني قدمت بلاغ في كل البنات اللي شغالين في السكشن ده. واحده فيهم هي اللي عملت كده. وانت لازم تفهم كويس قوي ان سمعه المكان ده ممكن تبقى في الارض بسبب مصيبه زي دي. بس رحاب ما تستحملش البهدله دي. والله انا اتمنى من كل قلبي ما تكونش رحاب هي اللي عملت كده. بس اللي عملت كده واحده من المجموعه اللي هي فيها. وانا بقى شخصيا ما اقدرش اعرف مين فيهم بالظبط من غير ما اعمل تحقيق. يعني مفيش حل غير الحجز والاسم. الموضوع مش بسيط يا احمد. رحاب بنت كويسه وانا فعلا بحبها. كان نفسي اساعدك والله بس مفيش في ايدي حاجه اعملها لك. سوري. شكرا. بقول لك يا نصرة خد اختك وروحهم. جيتك ملاش عايزه. يلا يعني ايه؟ عايزني اقعد في البيت احط ايدي على خدي واستنى البنت تيجي؟ يا سيد رحاب دي مش اختي. دي بنتي اللي ما خلفتهاش. حته من جوه قلبي. تلاقيش اهدى يا نصر اهدى. ماضي يا اختي ان شاء الله. يا بني احنا لقيناها اوضه بره الحجز والظابط فتح لها زياره عشان لو واحده من اخواتها عايزه تتكلم معاها ولا حاجه. هات الفايده يا بلبل. معاها ثلاثه واحده منهم هي اللي عاملاها. وانت انا ما تعرفش تقرص تعرف مين فيهم؟ جرايه يا بلبل من امتى بتغلبوا في الحاجات دي؟ مفيش دلوقتي الكلام ده يا صلاح. والباشا دلوقتي حلو معانا مش عايزينه بقى يقلب علينا. انتوا هتقعدوا تحكوا في المحكي وسايبين البنت مرميه هناك؟ لو مش عارفين تتصرفوا خلوني انا اتصرف. جرايه نصره مش اخوك اللي يشوف لحمه مرمي يقف يتفرج زي النسوان؟ امال ايه يا اخويا؟ وعلى الحرام لو حاجه بتهد الاسم على اللي فيه. يا لهوي وتودي روحك في داهيه يا اخويا. اكيد نبيل هيتصرف. هتعمل حاجه يا منكوس انت بدل اسمع يا بلبل النسوان دي عامله ازاي؟ شكلهم نضيف وما لهمش في العوض. تعالي يا هوني. امرني يا اخويا. سلمى فين سلمى حسين؟ ايوه في ايه؟ انا هخرج؟ حاجه زي كده يا حلوه. فين سمر ورباب؟ ايوه احنا اللي قالوا لي يا حلوه انت وهي انتوا متجوزين ولا لسه بشوكوا؟ لا مش متجوزين. انت بتسالي ليه وعايزه ايه؟ حلوه قوي. انا بقى عايزه اعرف مين فيكوا اللي صورت الارتيست اياها عريانة. لو هعرف منكم اذا كنتوا بشكوا ولا لسه. بس انا ما بصدقش اي حاجه غير لما اشوفها بعناية. يا عناية قربي يا بنت توابي. والله العظيم ما عملت حاجة أبدا. مفيش يا حوبة. مفيش يا بنت أنا جنبك. ورحمة أمك اللي خرجك من هنا. ومش هادي غير لما أجيب ورا الحكاية كلها. ما كنتش أتخيل أبدا إن حصل لي حاجة زي دي. أبد في الاسم. وأبقى متهمة في مصيبة ما أعرفش عنها حاجة. تلاقيش أنا كنت عند المدام صاحبة السنتر. وهي قالت لي ان هي مش متهماكي في اي حاجه. يعني ممكن تخرجي الليله دي ان شاء الله. ما تقول لها حاجه يا سيد. طمني يا حب كل حاجه ترجع زي الاول واحسن ان شاء الله. انا جبت لك معايا اكل حلو كده. انت اكيد ما كلتيش حاجه خالص من ساعه ما جيتي. بس مش عايش وحلاوه ما تقلقيش. انا جبت الكتاب ده من وسط الكتب بتاعتك. شكلك لسه ما قريتهوش. قلت يمكن يسليكي. ربنا يخليكوا ليا. انا زعلانه من نفسي قوي ان انا حطيتكوا في موقف زي ده. سيد
سيرتك انت واخواتي على كل لسان. حاسه ان انا حطيت راسك في الطين، بس ورحمه ابويا ما كنت اقصدها بالكده ابدا. يا بنت الكلام ده طين ايه وهباب ايه؟ على حرام ما في حد يستجري يتكلم على سيد بخارست ولا على اخواته البنات. مش زعلان مني؟ لا مش زعلان، انا زعلان عليك. ربنا يخليك ليا. كله هيعدي. شايبه حليب يا زفت؟ ما تجيبش حاجه يا دحوك. خد تعالى بعد كده روح امك، اي حد يسالك على اسمك تقول صلاح، صلاح وبس. حسك عينك سلطان ديدك على لسانك، فاهم؟ حاضر هقول صلاح وبس. بقول لك ايه يابا، حل عن نفوخي لحسن، دماغي فايره. وما تقوليش يابا دي تاني، انت مش خلاص رحت الفوضى عشان تتاجر معاه في الصنف؟ روح اقعد عنده، البس في حجر وروح امك. انما هنا احنا لا بنقعد شمامين ولا مدرجيه. في ايه يا عم على اخر الليل يا مرزاوي والسلام؟ ايوه هي مرزاوي والسلام، وعليا الطلاب الثلاثه صلاح ما انت قاعد فيها. يلا قوم. طب على الحرام انا ايه؟ انت ايه يا عم بتصف عليا؟ انت بتصف على المطوه ولا ايه؟ بتصف على المطوه على ابوك يا سيد؟ بتفتح على المطوه، هات السكه حوكه. هتخرج يا عم انت تعمل علينا ذكر. بس اسمع عليك وعلى اللي خلفوك. وش عرف امي؟ ده بلغ عنك يا وش خصايا، ده تربيه النسوان. تربيه النسوان؟ روح لم نسوانك انت اخويا. بقول لك اوعى سيد. خلاص ندخل في ده يا ياض. خلاص يا دكتور. خلاص يا جدعان خلصانة، حكاية عايزين تتفرجوا عليها وخلاص. طلعت فكيتك الوسخة. خلاص بقى يا مستر دكتور. ما هو كله منك يا سيد. طب تعالى بس، تعالى. صلى على النبي. اقعد يا عم انت وهم. بتهدى ده في ايه؟ حصل ايه ده كله؟ عيل رضع زباله يا عم. سيبك منه خلاص، اهدى بقى. ولا سيد، من يوم ابوك ما جراله اللي جراله انا بخلت عليك بحاجه، مش من ساعتها وانا واقف ظهري ليك واخواتك عيالي والحاره كلها شاهد على كده. امين. وعمر ما حد قال ان انت بخلت علينا، لا برزق ولا بحنيه. اما رحت الفضل يا سيد عشان الدنيا هي اللي بخلت علينا، ماشيه في وسطينا وراسها والف سيف، تحطنا على سكه مش على هوانا. لا 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 يا سيد، لا ده كلام ابلسه، ما تدخلش عليا شوف لي كلام غير ده. انت اللي عايز تخش السكه الشمال يا سيد وتسعى لها. ايه اللي حصل لاختك رحاب ده؟ ما خبطكش على نفوخك وفوقك؟ ايه يا معلم؟ ايه اللي دخل رحاب في الليله دي؟ ازاي بقى اللي دخل؟ ربنا بيحبك يا سيد، حب يفكرك ان في رقبتك ولايه، ما ينفعش تدخل عليهم مال حرام تلطهم بيه. انت ما كنتش كده يا سيد، ايه اللي جرالك؟ جرالي كتير، جرالي كتير قوي يا معلم، بس مش وقت نحكي في الليله دي. ولو على صلاح هسلك لك في ثانيه وانا هكمل لوحدي. لا 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 لا، انت ايه انت فاكر ان القعده اللي بيني وبينك دي عشان صلاح؟ ما يولع صلاح واللي جابه صلاح حتى بجاز وشك. يا سيد انت نسيت ابوك ولا ايه؟ نسيت ابوك واللي جراله؟ ما كنتش عايز تبقى زيه؟ عايز تبقى ميت وانت عايش على الدنيا يا سيد؟ الزمن غير الزمن يا معلم، الله يبارك لك. سيب ابويا في حاله، ما تدفرش المواضيع في بعضيها، انا فاهم كل حاجه. علي الطلاق ما انت فاهم حاجه يا سيد. انت فاهم ان كار المخدرات ده محلامه وصياعه وبير فلوس، مهما تهبش منه مش هينشف. اسمع كلام اللي روح يا ابني، الكار ده ملوش عزيز. عارف ليه يا سيد؟ عشان زي ما قلت بير فلوس، اول ميته ما بتبان كله بيدوس على رقبه التاني. طب يبقى ليه بقى؟ نهايه الكلام يا معلم، انت مشيت في سكه ورجعت ومحدش يقدر يلومك، ضلعك واحكم عليه براحتك، ملناش فيه، لكن انا مكمل ومفيش حد هيوقفني. اهدى بقى، اهدى ورايح بالك وطمن قلبك. يا بلبل عملت ايه؟ حصل؟ لازم يحصل، مش خطتك؟ امسك عنوان العريس.